السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في مامي فود. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حلو جميل جدا ولذيذ خالص، لكن للأسف هو بعيد تماما عن الدايت وبعيد تماما عن الحمية الغذائية، ولكن هو جميل جدا جدا. بنعمله في الشتاء وبس لأنه بيدي طاقة عالية جدا وكله دهون. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير. الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حلو شتوي جميل جدا جدا جدا. هنشوف مع بعض هو ايه. هو عبارة عن فازورة، هنشوفها كده واحدة واحدة مع بعض عند البوتاجاز. بيتكون من دقيق وزبدة او سمنة بلدي ومية وسكر وبس، فقط لا غير. انا مجهزة هنا زبدة مع دقيق، وعندي على دقيق رشة ملح، ومعايا هنا مية وسكر. الدقيق اللي عندي عبارة عن كوباية ونص من الدقيق بالمواجات المعيارية او الكوبايات المعيارية، عليها تلت كوباية زبدة. عندي هي المفروض نص كوباية، بس احيانا الدقيق بيشرب انا بحط بالزيادة علشان يبقى عندي الحاجة بالزيادة افضل، يعني عشان ما يكلكعش مني وانا بحمره. عندي كمان كوباية ونص من المية، عليها نص كوباية من السكر. هنروح دلوقتي عند البوتاجاز وهنشوف الخطوات مع بعض واحدة واحدة. ودلوقتي انا رفعت الدقيق مع الزبده على النار، واحده واحده الزبده تبدا تسيح. المفروض ان يكون الخليط اللي عندي متجانس، بمعنى ان الدقيق ما يكونش مكتل او مكلكع. لو هلاقيه مكتل او مكلكع، بمعنى ان هو مش كله دايب مع الزبده بتاعتي، هضطر ان انا احط برده شويه زبده تاني. المقياس اللي عندي يكون الخطوات بتاعتي سليمه، هي ان الدقيق مع الزبده هيتجانسوا وما يكونش فيه كلكع نهائي. تمام، هفضل اقلب كده لغايه اما الزبده بتاعتي تدوب وهشوف الناتج النهائي ايه. هحتاج احط زبده؟ اوكي، مش هحتاج، يبقى تمام كده خير وبركه. وبرده احنا لسه مع بعض مستمرين، مش عارفين احنا بنعمل حلو الشتوي بتاعنا ايه. عموما انا هقرب لكم الفكره شويه. هو حلو شتوي من زمان جدا كنا بناكله يعني في مع اهالينا زمان، وهو تقيل جدا، بعيد تماما عن الدايت تماما تماما، انه دسم جدا وبيدفي جدا في الشتاء. احنا بنعمله في الشتاء فقط لانه تحفه وفي منتهى الجمال. على ما اعتقد في ناس كتير جدا عرفوا الحلو بتاعنا ايه. هبدا بقى انا كده استنى الزبده انها تدوب واحده واحده، وهنكمل وبعد كده هنشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. هبدا انزل من السكر عشان هقلب على السريع عشان ما يحصلش اي كلكعه معايا. لما احفظ نفسي مش هنرجع لمكان هفضل بقى اقلب لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. طبعا احنا كلنا عرفنا دي ايه، دي فتة الحنك ما شاء الله تحفه وجميله. انا بعملها بالدقيق، ناس كتير بتعملها بالسميد او دقيق وسميد. هخلص انا الاقدار بتاعي واقلبه لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه واشوف درجه التسكير اللي انا عاوزاها، ونرجع تاني مع بعض. انا وصلت للدرجه اللي انا عاوزاها كده وخلاص، قلبتها مع الميه والسكر واتشربت الميه والسكر. هبدا بقى دلوقتي اروح على طبق التقديم ونشوف الشكل النهائي بتاعنا ايه مع بعض. ده الشكل النهائي للحلو بتاعنا، يا رب يعجبكم باذن الله. اللي يعجبه الفيديو بتاعي ريت لايك وشير وسبسكرايب، وحاول نجرب ونعمله. هو فعلا بعيد تماما عن الدايت وعن الرجيم وعن الحاجات الصحيه تماما، ولكن هو تحفه ومغذي جدا. يعني مره في الشهر كده مش هيجرى حاجه، نجربها ونعملها باذن الله، ونحاول ان احنا ندوقها لاولادنا، لان في كتير جدا من الاجيال بتاعت اليومين دول مش بيحبوا الحاجات الدسمه، لكن هي مغذيه جدا. ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي باذن الله. لايك وشير وسبسكرايب، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.